السلام عليكم البنات، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. أنا جيت للمغرب وكنت نصور لكم السوق صبا في الرباط، داكشي غزال تبارك الله. شوف البلاغي، وهنا عجبني هذا، عنده هاد البليغات خير ما كاين دابا عندهم. شتي هادو، هاد المحل أنا عاد صوت على السيد سميتو غالي، عنده حويجات غزالين. شوفوا البليغات كي دايرين عاد آخر ما كاين، وكيتصاوب الثمن. ونتمنى أنكم تجيو تشوفوه وتزوروه وتلقاو عنده، راه عنده ما يدار وبثمن معقول. مرحبا بكم عنده. صوروك ايوا، قول لهم ها هما. شوفوا كي داير باش تعقلوا عليها البنات في الرباط في سوق الصباط. السلعه زوينه وثمن زوين. هاتي وري لهم هاد الموديلات شحال تعملوا هادو؟ هادو تيديروا يوصك تدير 120 درهم بالغوش. شوف البنات ثمن غزال وشي حاجه كاليتي زعما، شي حاجه مزيانه. نخليه يهضر معاكم هو يشرح لكم احسن مني. شي حاجه ديال الجلد مزيانه، كاليتي زوينه. ها نتوما مخيطين على اليد، غادي نخدمو مان الراس، شي حاجه زوينه. وكاينين كاع جميع الالوان، وكاينين هادو اللي فيهم مكيلات بحال هكا تاهما زوينين. الناس ديال لارتيزانا، الناس ديال برا كيبغيو داكشي ديال لارتيزانا. هادو زوينين تلبسو في الدار مع جبادورات، كيجيو زوينين رائعين. كاينين اللي سانتو عاوتاني ديال تقلب بالنسبه للمناسبات، كاين بليغات بحال هكا في لي كولور تاهما كيتلبسو مع قفيطنات. وكاين سامبل عاوتاني بحال هادو، كاين ديال الرجال لي كولور كاملين، كاين الدان وكاين الجلد، وكاين ديال النساء عاوتاني هادو اللي فيهم اللوينات كيتلبسو مع جليبات تاهما زوينين. ومرحبا بالجميع، اللي خصو شي حاجة مرحبا. Thank you.